السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن حمام كريم من ايفا اسمه اي كاروتين. ده اي كاروتين، انا قبل كده مجربة من ايفا برضو ماسك الشعر للشعر المسبوق وكان تحفة وكنت بحبه قوي. ده لسه عندي فيه اهو، لسه بستخدمه. يعني طبعا ده مش اول كيس، انا جبت منه كتير ودايما بجيب اللي هو علامة البينك من هنا كده، دي اللي هو ده مخصص للشعر المسبوغ. في منه للشعر العادي وفي منه تقريبا للشعر الدهني، او مش فاكرة، فيه نوع ازرق ونوع اخضر، وده اللي هو الشريطة دي نوع اخضر ونوع ازرق ونوع بينك. انا بجيب دايما اللون البينك ده علشان ده بتاع الشعر المسبوخ، ماشي عليه وبحبه قوي، وكان سعره اقل من 50 جنيه. الكيس ده تقريبا مش فاكرة سعره قد ايه بالظبط، بس هو كان اقل من 50 جنيه، بيتباع في كل الهايبر ماركت. جبت بقى اي كاروتين، قلت اجربه بعد الصبغة وكده، ببقى عايزة حاجة بقى تغذي شعري، تخلي ترطب شعري، تكون كويسة كده، احس باختلاف. لازم باستمرار نغير انواع حمام الكريم اللي بنستخدمها لشعرنا. مهما كنت بتحبي حمام الكريم حاولي تغيريه وتجيبي نوع جديد. انا بقى جربت اي كاروتين من ايفا، قلت عشان اجرب نوع جديد برضو تغيير لشعري، وكانت مفاجأة لان هو اكتسح كل حمامات الكريم اللي انا جربتها قبل كده. حمام كريم قوي جدا للشعر، بيرطب جدا، بينعم جدا، بدايه التقصف حلو فظيع، حلو جدا. كميته 200 ملي، 200 جرام، 200 جرام يعني انا شفته قليل، بس لما جيت استخدمه لقيته كثيف جدا. يعني تاخدي منه حته صغيره بيكفيكي وبيكفي شعرك، بيغطي شعرك، بس ما تجيبوش على جذور شعرك او ما تجيبوش على فروه راسك، يعني زيه زي اي حمام كريم. ادهني منه شعرك كله وكل وشعرك حتى من تحت، بس ما تحطيهوش على الفروه مباشره عشان ما يوقعش شعرك ويعمل تساقط يعني او يعمل قشره. وادهني شعرك كله وسيبيه حوالي 5 دقائق على شعرك وبعد كده اشرفيه. من اجمل حمامات الكريم اللي انا جربتها على الاطلاق. اولا بس لازم تجيبي من حته موثوق فيها عشان ما يكونش مغشوش. هو انا جايباه من هايبر ماركت، سعره اقل من 100 جنيه 96 يمكن 98 في الحدود دي. بصوا كان مغلف بقى من هنا طبعا بالورقه السيلفر دي، وانا قطعت منه كده. بصوا انا خدت كده، ده استخدام 3 مرات. هو كثيف جدا ان انت تاخدي منه، بيغطي شعرك كله، كثيف جدا. بس اجمل حمام كريم فعلا انا جربته لشعري، خصوصا المسبوغ والمتضرر بقى والمتقصف والهايش واللي عايز يطرى واللي عايز ينعم، تحفة. من اجمل حمامات الكريم انا كنت بجرب من ايفا اللي هو زي ما قلت لكم، اللي هو ده الماسك ده اللي هو للشعر المسبوغ، كنت بقول عليه تحفة، بس طبعا ده بالنسبة له اقوى بكتير، قوي جدا. انا بصوا هقول لكم كده سريعا، انا كاتباهم في ورقة حمامات الكريم كلها اللي جربتها، واسيب لكم لينك الفيديو اللي كنت عامله لكم قبل كده فيديو عن كل حمامات الكريم اللي جربتها. لوريال، الفيف، تري شوب، فاشكول، فاتيكا، بايو بوينت، بوناويل، لوفيا، مينك، ايفا، وفي انواع تانية طبعا انا اكيد نسياها، بس انا هقول لكم الحاجات اللي ما حبيتهاش في كل دول. ما حبيتش بايو بوينت، ما حبيتش بوناويل ولا لوفيا ولا مينك. بايو بوينت ما حسيتش ان هو طر شعري ولا حاجه. بوناويل نفس الشيء، عمل طبقه كده زي شمعه على شعري وما حبيتوش خالص. لوفيا ما طرش شعري ولا عمل اي حاجه، بل بالعكس حسيت ان هو نشف شعري. مينك كان حلو بيرطب، بس مشكلته بيوقع شعري بشكل ملحوظ، مش عارفه ايه السبب، يمكن عندي حساسيه من مينك ده، مش عارفه، بيرطب وكل حاجه بس بيوقع الشعر. ده بالنسبه لمينك. بقيت بقى حمامات الكريم اللي هي لوريال، الفيف، وفاشكول، وفاتيكا، وايفا حبيتهم طبعا. فاتيكا اكتر حمام كريم بحبه جدا وسعره رخيص، على طول عندي فاتيكا، ده ما بيتقطعش من عندي، سعره 50 جنيه او في الحدود دي، 50 حاجه و50، وكميته ده كيلو طبعا، ده على طول عندي. ريحته جميله جدا، بصوا انا مخلصاه، فاضل فيه حاجه بسيطه اهو. اللي كان بالجرجير ده كان تحفه، جميل جدا بالجرجير. حمام كريم فاتيكا بالجرجير جربيه لو ما جربتوش، لو عايزه حاجه في سعرها معقول وكبيره جربي فاتيكا، ده جميل قوي. جربت كمان فاشكول، وطبعا عامله لكم عنه فيديو، كل ده هسيب لكم اللينكات بتاعته في صندوق الوصف عشان اللي عايز يشوف الفيديوهات دي ورايي في حمامات الكريم اللي جربتها. فاشكول كمان جميل قوي، كان سعره مش فاكره انا قايله في الفيديو سعره كام، يمكن 100 جنيه او 120 جنيه حاجه كده في الحدود دي، مش فاكره قوي السعر. بس كان وكميته معقوله يعني، وكان حلو جدا برده اهو. ده
فاضل برضو في ربع كده. انا يعني قليل لما امشي على حمام كريم فتره طويله وما غيرهوش، لازم باجي في النص اروح مغيره مهما كنت بحبه، علشان بلاحظ ان مفعوله على شعري ما بيبقاش زي اول مره او تاني مره او تالت مره، فلازم كل فتره كده بروح موقفه حمام الكريم حتى لو بحبه واغير واجيب نوع تاني. ففشكول ده كان تحفه، بس انا برضو وقفته وجبت نوع تاني اللي هو اي كاروتين. اي كاروتين ده من اجمل حمامات الكريم اللي انا جربتها، جميل جدا جدا يعني. فشكول ده كنت جايباه بالثوم، حلو بيضيع برضو التقصف وبيطري الشعر. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، كل حمامات الكريم اللي انا جربتها بلا استثناء تاثيرها وقتي، يعني مش هقول لك ان في حمام كريم فيهم عالج شعري من تقصف على طول، عالج شعري من تساقط على طول، ما فيش كده. لازم الحاجات اللي هي للتقصف وتساقط الشعر والكلام ده ليها علاجات تانية، لكن دي بتبقى حاجه وقتيه كده. طول ما انت غاسله شعرك بحمام الكريم ده هتلاقي شعرك حلو، تعالي وقفيه كده واغسليه بشامبو بس ما تحطيش عليه حمام كريم، هتلاقي نفس المشكله رجعت لك تاني، من تقصف، من هشان في شعرك، من عدم ترطيب، هتلاقي نفس المشاكل دي رجعت لك. فكل حمامات الكريم اللي انا بكلمك عنها من وجهه نظر انا ومن خلال تجربتي الشخصيه انا، كلها حاجات وقتيه هتحطيها على شعرك حلو قوي شعرك لمده 3 4 ايام لغايه ما تغسلي شعرك الغسله اللي وراه، يفضل شعرك حلو، مش تقصير مثلا يوم او اتنين، لا بيفضل لغايه ما تغسلي من الغسله للتانيه بيفضل شعرك جميل جدا. لكن لو جيتي وقفتي حمام الكريم اللي انت حباه وشايفاه حلو ومرطب شعرك ومطري شعرك، وقفتيه وما استخدمتيهوش او استخدمتي نوع وحش مثلا مش مناسب شعرك، هتلاقي شعرك اختلف وهتلاقي المشاكل رجعت لك تاني اللي كانت في شعرك، ما دام مش بتستخدمي حاجه علاجيه طبيه للتساقط او للتقصف او تقصي الاطراف. لو في تقصف لازم لو في تقصف لازم تقصي الاطراف. فحمام كريم ايه كاروتين ده من اجمل حمامات الكريم اللي انا جربتها، طر شعري ورطبه جدا، وهو يعتبر اجمل حمام كريم في كل الانواع اللي انا جربتها، يعني حتى هو تفوق بالنسبه لي على فاتيكا، لان انا بحب فاتيكا جدا وكنت بشوفه هو اقوى حمام كريم، وفاشكول كمان كنت بحبه قوي، ولوريال الفيف، كل دول كنت بحبهم جدا. بس لاحظت ان ايه كاروتين بتاع ايفا ده اجمل حمام كريم انا جربته، خصوصا للشعر المسبوخ والمتضرر والمتقصف والهايش. ومتضرر بقى من صبغه، انا بكلمكم دلوقتي على المتضرر كمان من الصبغه، لان الصبغه بتنشف الشعر، فخصوصا الصبغه الفاتحه مش الغامقه، الغامقه ما بتنشفش الشعر، يعني لو هتصبغي شعرك بني مش هيحصل مشاكل، المشاكل بتكون في الصبغه الفاتحه. فايه كاروتين ده جميل جدا لو انت شعرك زي ما قلت لك متضرر، هيرطب شعرك وهيطريه وهينعمه جدا بشكل ملحوظ، والكميه دي مش قليله، هو انت تهيألك ان هي كميه قليله، بس لما تيجي هتاخدي هتلاقي نفسك خدتي شويه قد كده غطوا شعرك كله وكفوا شعرك جدا. سيبيه على شعرك 5 دقايق وبعد كده يعني اغسلي شعرك بالشامبو وبعد كده وشعرك كده عليه ميه مندي، ادهني الحمام الكريم ايه كاروتين، سيبيه 5 دقايق على شعرك وبعد كده اشطفيه. ممكن كمان تعملي له فوطه ميه سخنه عشان شعرك يستفيد اكتر، لو الضرر كبير في شعرك وحاسه ان شعرك عايز يترطب قوي، فلفي جيبي فوطه وحطيها في ميه سخنه واعصريها، وبعد كده والحمام الكريم على شعرك لفي بالفوطه السخنه دي دقيقه لغايه ما تبرد، وبعدين حطيها تاني في الميه السخنه وكرري الحكايه دي لمده 5 دقايق عشان شعرك يستفيد اكتر من حمام الكريم. انا معايا صراحه ما بيبقاش عندي طوله بال قوي لموضوع الفوطه السخنه وان انا احط والف، فبستنى يعني 2 3 دقايق وبروح شطفاه، نتيجه تحفه بالذات لما اسيبه 3 دقايق، يعني انا حتى ساعات ما بستناش على حمام الكريم بسيبه 2 دقايق وبشطفه، لكن لا حاولي سيبيه 3 دقايق 5 دقايق هتلاقي النتيجه منه تحفه، جميل جدا هيعجبك وهتنبسطي منه، يمكن اجمل حمام كريم. في حمامات كريم تانية ان شاء الله هجربها واقول لكم رايي فيها، لكن انا النهارده بكلمكم عن ايه كاروتين من ايفا، تحفه، اجمل حمام كريم وعجبني. ان شاء الله اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والفولو على انستجرام، ومرسي ليكم، باي باي.